عشتي تتلفز كان فيها الزواج مشاو عاوتاني عند هذيك السحاره. الفيلم ديالي سميتو ابديلينيو، القصه ديال واحد الشاب مغربي عايش في ازمور كيموت على الثقافه البرازيليه، كيهضر برازيلي، كيلبس ملابس برازيليين، وكيبغي واحد البطله ديال واحد المسلسل برازيليه سميتها ماريا وبغى يجوج معها. ممثل كاين ممثلين كبار بحال سعيد باي ولا بحال زهر سليماني ولا علي سليمان كنعرفهم من شحال هادي، وبغيت نخدم مع هذوك الممثلين. وكاين ممثلين اخرين بحال البطل ديال الفيلم عبد الرحيم تميمي اللي ما عمر ما تلاقيت معاه، ودرنا كاستينغ وجا واعر، دونك فرحت باسكو كاين مخلطه بين ما لي زاكتور كونفيرمي بحال ناجم من المغرب، ومام طون فيها الشباب ودي ديكوفيرت، دونك عندي الزهر بحال كان عندي واحد كاستينغ زوين. الشخصيه ديالي هي شخصيه ملكه، هي واحد يعني البغا دغوا ديال واحد الشخص اللي هو داعيه اسلامي وعنده واحد البرنامج ديني، يعني هو ولكن يعني ماشي يعني داكشي اللي كنشوف كما قلت يعني فيه متجاره بالدين وهذا من اجل المصالح الشخصيه. فهي واحد السيده اللي ما تضحكش، واحد السيده اللي هي زعما عندها واحد الولاء لهذاك الشخص. كنتكلم بلهجه مصريه ومحجبه، فشفت كذا شي حاجه اللي جديده عليا، ففوالا كنتمنى انني كنت وفقت. هو في الاول كان يعني كان الدور مكتوب بالعربيه الفصحى، فجا نقاش مع المخرج وليكيب، فقلنا غادي بما ان يعني الشخص يعني هو يعني داك الداعيه الاسلامي هو يعني هو فلسطيني، فاختار انه غادي يتكلم بلهجه مصريه يعني باش تكون واحد اللهجه اللي كيفهمها كل شيء. فقلنا غادي نجربوا يعني الدارجه المغربيه يعني المصريه، غادي نحاول الى قدرت زعما نعطي فيها مزيان، وسورتو انني يعني فايت ليا اشتغلت يعني تكلمت اشتغلت بلهجه المصريه ولكن شحال هذه فريمون. فدرنا دي تيست والمخرج وليكيب شفنا بان يعني بانني كنت موافقه، فاختارنا بانها تكون لهجه المصريه. فاش عيط ليه هشام عيوش جي ادوغي لو سيناريو، لحقاش تدينا لواحد العالم شويه عجيب فونتازماتيك، فيه داك لافولي ديال هشام عيوش، فيه داك الحماق ديالو، الحماق بلو كوتي بوزيتيف باش يتفهم مزيان بان الحماق بلو كوتي بوزيتيف. لو سيناريو الي بيان ايكري، لو بيرسوناج ديالي اللي عجبني فيه ان الي ان بو ديكالي، فيه ديك لاتوش كوميك اللي ما كناش نقلبوا عليها ولكن كاينه اللي كانت وخرجات في لو فيلم. فيه تيجمع بواحد بوكو جينيراسيون، الجينيراسيون القديمه ودي جون اللي كاينين اللي تنتمنى لهم مسيره موفقه انطلاقا من هذا الفيلم. لو بيرسوناج ديالي هو صديق ديال ابديلينيو، واحد السيد اللي فيه يمكن الكذوب بزاف، فيه حتى هو يمكن تيقلب على ان فغي امور هو اللي تيخليه في المسيره ديال الفيلم، تيقلب على اون ايدونتيتي وتيقلب على ان فغي امور. تنظن بان بزاف ديال لي زانيكتوت اللي وقعوا، ولكن اللي زوين اننا كنا عايشين في البريباراسيون، عايشين في رياض واحد في مدينه ازمور، كنا مجموعين في بلاصه وحده. الانيكتوت يمكن اللي غنقول بانك تنطيب لهم طويجنات زوينين فاش كانوا تيساليو التورناج، كانوا تيجيو لا الممثلين لا لي تكنيسيان، لحقاش كانت عندنا علاقه جميله ما بين ليكيب تكنيك وليكيب ارتستيك. الفيلم زوين، نتمنى انه يعجب المغاربه كاملين، وكنقول المغاربه كاملين يشوفوا الافلام المغربيه، ماشي بالضبط عبدو لينا، ولكن يشوفوا الافلام المغربيه باش يكون باش نحفزوا الافلام المغربيه ونزيدوا بها القدام. انا حاضره في الساحه 100%. انت راضيه الحضور ديالك شخصيا؟ الحمد لله، ساعه اخرى، ولكن هذا اذا كان المغاربه عجبهم هذاك الشيء اللي كندير، انا الا كانوا هما راضيين عليا حتى انا راضي على اعمالي.